مستمرة، وبالتوازي أيضا يقوم مجلس المدينة بترحيل مخلفات الدمار التي لحقت بهذا المبنى. نجمت عن التفجير. طبعا هنا هذه المنطقة هي مدخل ساحة سعد الله الجابري، نشاهد أثار الدمار والخراب، محطة الوقود، الفنادق المحيطة بالمنطقة على قيد الحياة، الحمد لله رب العالمين. هناك شهداء، هناك جرحى، لكن إلى الآن لا يوجد أي إحصائية أولية لهذا التفجير الإرهابي الذي استهدف ساحة سعد الله الجابري. طبعا داخل تم بعد التفجيرات، بعد التفجيرات مشاهدينا الكرام، كان هناك إرهابيان اثنان قاما بالدخول لساحة سعد الله الجابري، إرهابيان أو ثلاثة جثث الإرهابيين. هذا هو الدمار. طبعا فندق، الفندق السياحي بجانبه أيضا الفندق قصر حلب الذي كان يضم وفود الإعلاميين السوريين وأيضا الأجانب ومدنيين أيضا نزلاء. في هدمت بالكامل عملية الإنقاذ، ما زالت مستمرة. يعني هذا المقهى والمقهيين مبنيين قديمين جدا.